اصلا احنا قدرنا نجاحه قبل بدايته. انا قدرت على وسائل الاعلام المختلفه انه عدد الزوار اللي ممكن يزوروا هذا المعرض في ايامه الخمسه يزيد عن 500,000، لغايه الان اكثر من 250,000 زاروا هذا المعرض في ايامه الاربعه، وان شاء الله اليوم بيكتمل، لانه اليوم راح يكون يوم حاسم جدا جدا، وراح يكون زحف بشري كبير جدا على اروقه هذا المعرض وفعاليات. احنا هذا الركن تحديدا هو ركن خاص بالرياديات الاعمال، خصصناه للمبدعات اللي هم موجودين في هذا الركن، بيعملوا منتجات اصلا من ايديهم مميزه جدا وباتقان عالي جدا. احنا هدفنا نشجعهم، لانه هلا صغار بكره بيكبروا وبيفتحوا مشاغل وبيفتحوا محلات كبيره وبيشغلوا ايدي عامله، لانه حقيقه الابداع واضح والتميز واضح في منتجاتهم المعروضه امام الزائرين. من هو هذا الرد الطبيعي على اجراءات الاحتلال اللي اصلا تهدف الى الحصار وحصار هذه المحافظه وسياسه العقاب الجماعي. احنا بالكم الهائل اللي زار هذا الحدث النوعي استطعنا ان نخفف حده الاثر الناتج عن الحصار وان نزيل حاجز الخوف امام الزوار من كافه المحافظات ومن اخواننا 48، واعدناهم بعد ان ازيل حاجز الخوف لاتخاذهم قرار بزياره المحافظه وزياره هذا الحدث النوعي المميز، على امل لاحقا انه خلاص تاكدوا انه نابلس امنه ومستقبل واسواقها تستقبل الزوار من كافه المحافظات. هذا احنا وعدنا كغرفه تجاريه الاخوه الزوار والمشاركين والاخوه في كل المحافظه ان لا يكون المعرض الاول والاخير، وانما سيكون ان شاء الله معرض دوري. عندنا نتحدث عن اكسبو 2 و3 و4 الى اخره، ومعارض متخصصه اخرى بين هؤلاء المعارض بامر الله تعالى. طبعا المعرض ما شاء الله احنا ما كناش متوقعين هذا الاشي، ما شاء الله يعني في اقبال عليه وفي دعم من الناس من نابلس ومن برا نابلس، ما شاء الله كثير كثير بجنن.